كي مثل ما تعرفون الدي كي اي از ان ايمرجنسي مثل ما حكينا ذات شود بي تريتد ان هوسبيتال preferably in a high dependency area then admission الدي كي اي admission should be treated in hospital والافضل يعني هم يعني شنو high dependency area مو بس هيك مو بس admission يعني يحتاج في the special care دول. The aim of DKA management are to correct the volume and electrolyte while halting lipolysis and suppressing ketogenesis. احنا نشوف انه احنا المين لاينز مال المانجمنت مال الدي كي اي من جهه اني راح اعوض الفلويد المفقود واصحح الالكترولايت ديستربنس اللي صار، ومن جهه ثانيه انطي انسولين حتى يوقف لي اللايبوليسز والبروتيوليسز والكيتوجينيسز. اذا من جهه راح اعوض فلويد والالكترولايت، ومن جهه ثانيه انطي انسولين حتى اوقف اللايبوليسز والسيكولي اللي حكيناها مال الكيتون بودي فورميشن حتى اقلل الاسيدوسز اللي دا تصير. وبنفس الوقت we have to identify and treat the precipitating cause. اذا infection I have to treat the infection. يجوز هو I have to treat the MI. زين. و prevent the complication اللي حكيناها خاصة اللي هي complication of the management اللي حكيناها بالبداية. زين اللي هي السربرال إديما والهايبوغلايسيميا والهايبوكاليميا والARDS. زين the central tenets of the management include قلنا راح نشوف انه هي mainly راح اني انطي انسولين intravenous insulin intravenous fluid and potassium. هذا هو خلينا نقول هو mainly يعني هي نفسها correction of fluid and electrolyte عن طريق الفلويد والبوتاسيوم replacement وعن طريق الانسولين حتى نوقف اللايبوليسز والكيتوجينيسز. وركزوا لي على كلمة intravenous insulin. تمام. An agreed evidence-based protocol should be in place. المفروض اكو فد بروتوكول خاص احنا معتمدين عليه. A referral to the specialist team should be made as early as possible with review within 24 hour. يعني لازم اكيد لازم نودي الى دكتور مختص بالدايبيتس. هذا شنو بعد ما احنا we stabilize the patient، يعني اول شيء save the patient life first. Regular review is essential. راح نشوف انه هو ضمن التريتمنت هي regular monitoring. يعني مثلا راح نشوف اكو اشياء اسويها اراقبها كل ساعة، اكو اشياء كل ساعتين. يعني دائما اسوي مونيتورنج للفايتال ساينز مثلا، دائما اسوي مونيتورنج للمنتال ستيتس، دائما راح اسوي مونيتورنج لاشوف الالكترولايت اذا تحسنت لو لا، البلد جلوكوز تحسن لو لا وش قد يقل. زين لان احنا قلنا لازم احنا نقللهن بس ما نقللها فيري رابيدلي. ليش؟ لان عندي راح ادخل بمشاكل الكومبليكيشن. وي هاف تو مونيتور فور كومبليكيشن. Vital signs including cardiac monitoring should be regularly assessed زين per protocol. مثل ما قلنا vital signs كلش مهم. انا راح انطي فلويد تمام، ف كلش مهم اني هذا الفلويد اللي انطيه ما يدخلني ب volume overload، ما يحول لي الى cerebral edema، ما يحولني الى الى شنو pulmonary edema. زين فمثلا low oxygen saturation may suggest the development of pulmonary edema and acute respiratory distress. يعني أنا patient دا أعطي fluid ودا أشوف مثلا بدأ الأكسجين ما تيقل، أو مثلا دا يصير عنده tachycardia persistent tachycardia أو persistent tachypnea. زين هو إجاني جوز tachycardia tachypnea بالبداية بس أعطيت fluid تحسن، بس بعدين بدا شنو يصير persistent tachycardia او persistent tachypnea او low oxygen saturation. يعني هاي علامات الفوليوم اوفرلود، ممكن دخلت اني بهارت فيلر، ممكن اني سويت له pulmonary edema، فهاي لازم احنا نسوي لها monitoring. بالchildren بالتحديد وبالadolescent the glioscoma scale should be monitored hourly for cerebral. الاطفال والadolescent لان دول at higher risk of cerebral edema. الأطفال والأدوليسن ذولا higher risk of cerebral edema. ذولا الجلاسكوكوما سكيل لازم كل ساعة أني أشيكي أشوف البيوبل
يشوف الليفل اوف كونشسنس. زين خاف هذا بدا عنده ساينز اوف سيريبرال ايديما. وعندي اشياء اضافيه سبورتيف ميجرز مثلا الان جي تيوب فور بيرسيستنت فوميتنج اور ريدوس ليفل اوف كونشسنس ان يورينري كاثيتر انسرشن تو اسس ذا يورين اوتبوت اند مونيتور ذا تريتمنت اوف اوليجوريا اللي هي اقل من 0.5 مل يورين بير كي جي بير اور. اكو اشياء اضافيه هسه احنا الاشياء المين اللي احنا راح نسويها هي الفلويد والالكترولايت ريبليسمنت و الانسولين انترافينس والريجولر مونيتورنج. تمام اكو اشياء اضيفها اضافيه مثلا اذا هو الليفل اوف كونشسنس مالته ريديوست تمام ودي يزوع هذا ات هاي ريسك اوف وات اسبيريشن ممكن يصير عنده اسبيريشن ليفل اوف كونشسنس ديستارب ليفل اوف كونشسنس مالته ديستارب ودي يزوع ريسك اوف اسبيريشن فاحط له ان جي تيوب مثلا. زين اني لازم من انطي فلويد اشوف الرينال فانكشن مو تمام. زين من انطي فلويد لازم اشوف الرينال فانكشن دي يرجع رجع الرينال فانكشن طبيعي لو لا. شلون اعرف الرينال فانكشن عن طريق شنو اليورين اوتبوت. تمام لان البيشنت مثلا اذا بيرزيستنت اوليجوريا يعني اليورين اوتبوت مات اقل من نص سي سي بالساعه نص سي سي بير كي جي بير اور يعني هذا البيشنت اوليجوريا. زين بينما اذا لا صعد فوق ال 0.5 يعني زين الرينال فانكشن. وهنا هذا مهم مو بس حتى اعرف الرينال فانكشن حتى اعرف الوقت اللي انطي بيه البوتاسيوم. البوتاسيوم انا ما يصير راسا انطي البوتاسيوم لازم اني اليورين اوتبوت مالتي فوق ال 0.5 مل بير سي سي مل بير سي سي شنو سي سي بير اور بير كي جي اكثر من 0.5 لازم. تمام حلو هاي مال مل بير سي سي. زين فلازم انا اليورين اوتبوت مالتي اكثر من 0.5 مل بير كي جي بير اور حتى شنو يعني لازم اني ما عندي اوليجوريا يلا انطي بوتاسيوم. زين البوتاسيوم ما يصير نبدي الا يكون الليفل اوف ايون اوتبوت اكثر من هذا الليفل. من يصعد فوق هذا الليفل يعني اكثر من 0.5 يعني زين الامور رينال فانكشن زين اقدر انطي بوتاسيوم ما عندي مشكله. زين راح اشوف انه اقدر انطي البوتاسيوم مره حتى ما يصير عندي هايبركاليميا لانه انا اذا هو دخل برينال فيلر اكيوت رينال فيلر وطيته بوتاسيوم يصير هايبركاليميا ريسك. زين فهاي لازم تخليها ببالنا بعض الاشياء. راح نشوف انه هو هذا المين تريتمنت راح تسوي انت. اول شيء انت يو هاف تو كونفيرم ذا دايجنوسيس زين اللي هي بالاعراض اللي حكيناها اللي هي هنا انا هسه راح نشوفكم اياها كونفيرم. عنده مثلا هيستوري اوف دايابيتس المنتال ستيتس مالته altered ايجا بوليوريا بوليديبسيا ونوزي اوف فوميتنج وابدومينال بين وساينز اوف ديهايدريشن هايبوفوليميا اللي حكيناها كلها يعني. طبعا انت اول ما تشوف البيشنت اول شيء هي مثل اي emergency treatment A B C D E airway breathing circulation يعني supportive measures هاي راح we have to perform the diagnostic إنه أول شيء راح نحسب الجلوكوز مالته. زين finger stick glucose أشوفه حتى أعرف إنه هو هذا patient أشخص أول شيء لازم أشخص إنه هو D K A وممكن شنو أفرقه هل هذا hyper osmolar state لو D K A. راح لازم أسوي له تو يعني اول شيء كونفيرم دايجنوستس بالحكيناه بالفيديوهات السابقه وسوي اسسمنت للسيفيريتي هاي مايلد مودريت لو سيفير. زين بالباراميترز اللي حكيناها انه انت لازم تحسب له مثلا البي اتش تحسب له الباي كارب زين بالكلينيكال بالذني ذني الانديكيتورز مع السيفيريتي موجوده لو لا. اذا اول شيء كونفيرم دايجنوستس وسوي اسسمنت للسيفيريتي باللي حكيناها. زين فهسه انت اجاك من الاعراض سويت له الاي بي سي دي اي حسبت له فينجر ستيك جلوكوز وسويت اخذت تو لارج بور اي في تدخل تفتح له اثنين تمام تو لارج بور اي في لاينز واحد راح نخليه للانسولين وواحد راح نخليه للفلويد تمام. وهذا انا اثناء ما سويت هذا الاي في لاين سحبت عينه فينس بلاد
راح ادزه للانفستيجيشن اللي حكيناها، الالكترولايت، الرينال فانكشن، البايكارب، البلاد غاز اناليسيز على مود البي اتش، على مود ذني اللي هن حتى همنا كونفيرم ذا دايجنوستس انه هو دي كي اي. مو احنا قلنا دي كي اي هي ترايد، البايوكيميكال ترايد اللي حكينا، وي هاف تو كونفيرم ات. زين، ونسوي اسسمنت للسيفيريتي. تمام، فراح ادز اني اثناء ما سحب الذني الاي في لاينز، جلوكوز، بلاد غاز اناليسيز، بيسك ميتابوليك بانل اللي حكينا، الاوزمولاليتي. زين، الكيتون غير لازم نحسبها. زين، الاش بي ا ون سي. ذن شخصت اني دي كي اي باللي حكيناه، لقينا البي اتش نازل، الانيون جاب صاعده، البايكارب نازل، الجلوكوز صاعد، بذني اللي زين، وحسبنا الكيتون بوديز باليورين او بالسيرم. المهم وي كونفيرم ذا دايجنوستس اوف دي كي اي. راح نبدي شنو هسه، ورا ما سوينا كونفيرميشن وسوينا اسسمنت للسيفيريتي، راح نبدي التريتمنت. تمام، التريتمنت راح تشمل شغلتين، فلويد وانسولين. خلينا نبدي بالفلويد. الفلويد حسب ضغط الشخص، اذا كان هاي بوتنشن يعني الضغط مالته جوا 90، مالته جوا 90 سيستوليك، لازم انطيه بلس. زين، اعطيه انيشال بلس او انيشال شوت اوف فلويد، يعني لازم انا ارجع السيركيليشن مالته هسه، انطيه بلس اذا كان ضغطه فوق جوا 90. اذا جوا 90 انطيه بلس. ايش قد هذا البلس؟ اعطيه نورمال سلاين 500 سي سي اوفر 10 to 15 minutes. زين، بالاطفال تتذكرون ايش قد كنا ننطي البلس؟ تقريبا 15 الى 20 مل بير كي جي، ذاك بير مثلا 20 minutes. زين، فهو نفس الشيء، هي مجرد انه بالاطفال اخذها بير كي جي. دائما اكون حذر بالاطفال، يعني انطي 15 الى 20 مل بير كي جي. تمام، هذاك بير كي جي على مود اضبطه على اساس الوزن، كلش مهم بالاطفال. هاي المعادله نفسها تقدر تستخدمها بالادلت، ما عندك مشكله، تقدر تقول 15 الى 20 مل بير كي جي بير 20 مينت بالادلت، هم ما عندك مشكله. بس احنا بالادلت راح نكون نقدر نعطي راف استيميشن ان نعطي 500 مل نورمال سلاين. ما نقول هنا مو 500 نوت بير كي جي، لا، هو تعطي 500 مل نورمال سلاين اوفر مثلا 20 دقيقه او 15 دقيقه، 15 دقيقة أو 20 دقيقة. زين، ما عندك. زين، الفرق الوحيد إنه بالأطفال شنت آخذها 15 إلى 20 مل بير كي جي. زين، يعني إذا هو الطفل وزنه 10 كيلوات راح نطي مثلا 200 مل. زين، بالأدولت أنا آخذها راف استيميشن وأقدر أستخدم نفس المعادلة اللي هي 500 مل. زين، 500 مل نورمال سلاين، مو نوت بير كي جي، لا، هي 500 من نورمال سلاين اوفر جيد 10 ل 15 دقيقه. اذا هاي البلس اللي بالبدايه اذا كان ضغطه جوا 90. تمام، وهذا اسطيته بلساني، وراح شو اسوي له؟ اسوي اشوف الفايتال ساين استقر، يعني الهارت ريت نزل، البلاد بريشر صعد رجع طبيعي، يعني صعد ضغطه، والهارت ريت راحت التكيكارديا مالته، يعني صار hemodynamically stable. خلاص، وتقدر تكررها اذا بعده، كرر هاي البلس، تقدر you can repeat the bolus. زين، كررها لحد ما انت توصل الى انه الفايتال ساينز استقرت. ولا ما تستقر الفايتال ساينز، او هو كان اصلا من البدايه البلد بريشر مالته فوق ال 90، فهساني سواء هو كان البلد بريشر مالته فوق ال 90، زين، او اني هو كان جوا 90 ورجعته سويت لي، خلاص هسه بعد ما انطي بلس دول راح انطي ابديهم هسه شنو؟ مينتيننس. زين، يعني احول انفيوجن. تمام، احول انفيوجن، راح احوله الى هسه انفيوجن. تمام، الانفيوجن هساني راح البلس، راح يدور البلس. الانفيوجن راح شنطي بالبدايه باول ساعه، باول ساعه انطي 1 لتر نورمال سلاين انفيوجن على مدى ساعة، يعني اضبط الريت مالتي. هذا مو بلس، لا، هذا راح انطي انفيوجن، يعني خلينا نقول هذا هو الانفيوجن، راح يشمل المينتيننس، راح يشمل الديفيسيت، مو المينتيننس والديفيسيت ناقص البلس. تمام، فهذا انفيوجن، يعني هذا اللي هو هسه شنو
على مدى ساعة راح أعطي ذاك بلس إنيشيال شوت على مدى 15 دقيقة كنا ننطي، هذا لا راح أعطي إنفيوجن خلينا نقول اللي هو يشمل المينتيننس يشمل الديفيسيت زين ماينس ذا بلس حتى ما يصير أوفرلود عليه الشخص زين. فهذا هسه اللي راح أنطي أني راح أنطي هسه أحاوله خلص دور البلس راح أحاوله إنه أنطي 1 لتر على مدى ساعة. هاي أول ساعة راح أنطي 1 لتر نورمال سلاين على مدى هاي الساعة 1 لتر نورمال سلاين على مدى ساعة زين. وراها أحاوله هسه هاي أول ساعة وراها أحاوله 1 لتر over 2 hours يعني شنو؟ يعني أنا بأول ساعة مثلا أطيت 1 لتر على مدى هاي الساعة وراها لا أنطي هذا اللتر على مدى ساعتين يعني بالساعة الوحدة أنطي 500 مل نص لتر تمام؟ لأن بالبداية أنطي لتر كامل على مدى ساعة بعدين أحاول لا أنطي اللتر هذا على مدى ساعتين يعني أنطي 500 مل بالساعة بعدين لا أنطي 1 لتر over 4 hours زين أوزع على مدى 4 ساعات يعني بالساعة أنطي 250 مل يعني أسوي adjustment بالريت مال الانفيوجن. كل هذا على مود أنا جاي عوضة فلويد وضبط الإلكترولايت بس ما أسوي overload. فأنا بأول ساعة أوكي طيت 1 لتر كامل على مدى ساعة بعدين أنطي 1 لتر على مدى ساعتين يعني نص لتر بالساعة بعدين 1 لتر على مدى 4 ساعات يعني أنطي 250 مل زين بالساعة زين. وأكو conditions معينة تكون even more cautious بيها لازم هسه خلينا نشوفها هنا باليونج أدلتس وبالبرجننسي زين والأولد بيبل اللي عنده history of heart or kidney failure تكون more cautious يعني تقلل الريت بعد تقلله أكثر تكون more cautious بي زين تكون more cautious بي يعني ذول البريجننت واليونج أدلتس ويعني الأطفال زين أو اليونج أدلتس والبريجننسي والجماعة الهارت فيلر والرينال فيلر ذول تخاف من الأوفرلود اللي يصير عليهم حتى ما يصير هارت فيلر وأوفرلود وبلميري إديما تكون more cautious يعني جزء الريت تقلله بعد أكثر تقلل هذا الريت زين توزع على مدى ساعات أكثر زين. أنا شنو الايم مالتي انه اليورين اوتبوت اسوي فوق الاو بوينت مثل ما قلت لكم فوق الاو بوينت 5 مل بير كي جي بير اور اذا اكثر من او بوينت 5 سي سي بير كي جي بير اور هذا هو المالتي الايم مالتي الايم تمام. اذا هسه ايش اسمه انت بنفس الوقت راح تبدي ويا انسولين وهسه نحكي عن الانسولين راح من نضيف من احنا مو راح نبدي انسولين وياه همين بنفس الوقت من ينزل الجلوكوز من ينزل الجلوكوز نزلت الجلوكوز بس يبدا الجلوكوز يصير جوا ال 14 ملي مول بير لتر يعني جوا ال 250 ملي غرام من الجلوكوز يقل هسه هو مثلا السكر مالته اجاني 400 مثلا بديت انا فلويد بديت انسولين من السكر يقل 250 وجوا يعني جوا ال 14 ملي مول أنا أضيف لجلوكوز لازم لأن أنا ما أريد يصير رابد حتى ما يصير هايبوغلايسيمي وما يصير سيربرال إديمة فأنا أضيف له 10% جلوكوز 125 مل بير أور تمام أنا أضيف له زين هنا أنا أضيفه ويا الفلويد زين أضيفه بنفس اللاين مال الفلويد أضيف له أنا ديكستروز أو جلوكوز 10% هذا شو كنت من يقل جوا 250 تمام زين. هسه أنا من أوصل لمرحلة ضبطت اليورين أوتبوت وباس يورين وما عندي مشكلة صار اليورين أوتبوت فوق الأو بوينت 5 مل بير كي جي بير أور زين فشنو راح أبدي أقدر أضيف بوتاسيوم راح أقدر أضيف البوتاسيوم تمام البوتاسيوم المفروض أني أصلاً قايسة من البداية. إحنا قلنا الأغلب هم مش راح يجون normal or elevated potassium level in the blood. هو total مثل ما قلنا هو قليل. total body potassium be deficit. total body potassium. بس اللي بالبلاد راح يكون normal or elevated.
زين. فإذا لقيته elevated مثلا لقيته فوق ال 5.5 هو normal level تقريبا زين 3.5 إلى 5.5 تقريبا normal level of potassium. إذا لقيته فوق ال 5.5 ما تضيف potassium هسه، تنتظر يمشي الفلويد ويمشي اليورين اوتبوت زين، ما تضيف هسه potassium. من رأيت لازم شنو دائما reassessment، شنو تسوي reassessment ورا ساعة هسه انت سويت له بالبداية حسبته زين، لقيته مثلا فوق ال 5.5 ما تضيف شيء، سوي reassessment مثلا ورا ساعة زين، ورا ساعتين وبعدين كل ساعتين تسوي له reassessment. إذا لقيته الليفل 3.5 إلى 5.5 تقدر تضيف بوتاسيوم تمام. من يصير الليفل 3.5 إلى 5.5 تضيف بوتاسيوم 40 ملي مول كي سي ال زين، 40 ملي مول كي سي ال اللي هو هذا البوتاسيوم، هذا إذا كان شو وقت 3.5 إلى 5.5. إذا زين إذا كان جوة ال 3.5 يعني هذا كلش قليل، يعني هو جاك من البداية مثلا هايبوكاليميا من البداية الليفل ما تقليل هنا. إذا أنت شو الشيء البيرفكت والايديال بالمانجمنت، انه انت مو تحسب اول شيء تقبل بعدك ما بعدي مانجمنت حسبت ذني الالكترولايت، اذا لقيت البوتاسيوم قليل جوا ال 3.5 المفروض انت ما تبدي انسولين، ما يصير تطي الانسولين وكان البوتاسيوم قليل، يعني هاي اذا عدت بالبدايه انت بعدك هسه ما منطيك وش حسبت البوتاسيوم، اذا لقيته جوا ال 3.5 ما يصير تطي انسولين. احنا قلنا الانسولين شو يسوي؟ يدخل البوتاسيوم الى داخل السيلز، وبالتالي من يدخل البوتاسيوم الى داخل السيلز راح بالبلد البوتاسيوم ليفل يقل. اذا هو اوريدي جايك قليل جوا ال 3.5 المفروض انت ما تبدي انسولين تمام. فالمفروض اذا انت لقيته جوا ال 3.5 انت تضيف بوتاسيوم اول شيء، تعطي 40 ملي مول بوتاسيوم وبعدين تبدي انسولين تمام. بس هم الاغلب، هم الاغلب ما راح يجون من البدايه هايبوكاليمي، هم الاغلب احنا قلنا يجون نورمال او اليفيتد، يعني انت هسه بعدك ما بادي الاغلب راح يجي لو نورمال لو اليفيتد. اذا كان اليفيتد فانت ما تضيف بوتاسيوم، اذا كان نورمال تضيف بوتاسيوم ما عندك مشكله، واذا كان نورمال انت تبدي انسولين هم ما عندك مشكله زين. الحالات النادره اللي هو اصلا جايك من البدايه قليل هنا المفروض ما تبدي انسولين صراحه، اللي تبدي بوتاسيوم اول شيء وبعدين تبدي الانسولين، فخلوها ببالكم يعني. انت الايم مالتك تو مينتين بوتاسيوم 4 الى 5 زين، وقلنا احنا شو وقت نبدي بوتاسيوم؟ من يكون اليون اوتبوت اكثر من 0.5 مل بير كي جي بير اور، والمينتين الايم مالتي 4 الى 5 زين. مرات طبعا يضطرون يعني حتى يعطون دوز اعلى من يكون الليفل قليل، ف خلوها ببالكم. طبعا البوتاسيوم لازم ينطي انفيوجن، ما ينطي دايركت، ينطي على شكل انفيوجن، يعني شنو اللي هو تضيف كي سي ال تو ذا سكند ليتر اوف نورمال سلاين زين، تضيفه للسكند ليتر اوف نورمال سلاين، يعني ثاني ليتر تعطي للنورمال سلاين تضيف كي سي ال زين، هو نفس النورمال سلاين اللي انت ماشي بيه تضيف الكي سي ال اللي على شكل انفيوجن. وقلنا شرط شو وقت جوا ال 5.5، لان فوق ال 5.5 ما نعطي بوتاسيوم، ولازم اليون اوتبوت خلوه ببالكم هذا زين. انت هسه هذا انت عندك تو لاين بالوقت اللي انت جاي كنت تعطي فلويد، لازم اكو شخص ثاني وياك او دكتور ثاني وياك يعطي انسولين المفروض ات ذا سيم تايم. قلنا الحاله الوحيده اللي ناخر بها الانسولين يجوز يعني اللي انه هو اذا كان البوتاسيوم قليل، لكن احنا المفروض at the same time نبدي انسولين two lines. الانسولين شلون راح نعطي؟ شوف احنا اصلا جماعة الدايبيتز هو ايش قد الانسولين requirement بالحالة الطبيعية، يعني ما عندي DKA هسه، هو ما عندي DKA الانسولين requirement تقريبا 0.4 الى 1 unit per kg per day زين، هذا تقريبا الانسولين ريكويرمنت للشخص اللي هو تايب 1 دايابيتس ما عنده هسه حاليا دي كي اي، نوت دي كي نوت ان دي كي، هو هسه المفروض ايش قد ياخذ؟ 0.4 الى 1 يونت بير كي جي بير دي، هذا المفروض هيك. هذا وين؟
not NDKA, not NDKA. بالDKA إيش أسوي أنا؟ راح أبدي أكو في شيء اسمه fixed rate insulin infusion. الإنسولين لازم ينطي هنا هو شوف هو بيتو ريجيمز بالحقيقة احنا اتفقنا هو انترافينس ننطي. اكو ريجيم يعتمد بس انسولين انفيوجن، يسوي انسولين انفيوجن بس زين، يعني يخلي هذا الانسولين بنورمال سلاين ويسويه على شكل انفيوجن. اكو ينطو هذا الاغلب انه هو بس يمشي على انفيوجن، اكو لا يمشي بلص جرعة واحدة بلص وبعدين يحوله الى انفيوجن، تمام؟ اكو هيج زين. بس هسه احنا خلينا نمشي اللي موجود على ال 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 الكتاب اللي هو فيكس ريت انسولين انفيوجن. زين ايش قد ماتي هذا الانفيوجن مع الانسولين؟ 0.1 يونت بير كي جي بير اور بير اور، تمام؟ اذا 0.1 يونت بير كي جي بير اور، ايش قد راح انطي انسولين؟ هلقد المفروض اني اضبط الريت ماتي. هاي اكو اشياء براكتيكال يعني شلون نضبط الريت، والهاي المفروض احنا نتعلمها ان شاء الله بعدين ورا التخرج يعني، فيعني ما راح ادخل بتفاصيلها شلون نضبطها وايش قد لازم اخلي، ايش قد اخلي بايش قد نورمال سلاين. هو اكو ما اعتقد اذا يحط 10 يونت مثلا ب 100 مل نورمال سلاين، فش ايش قد يطلع النسبه؟ يطلع 0.1 ويضبطها. بس هسه احنا مو هذا اللي هذا يعني هاي في اشياء براكتيكال بعدين ان شاء الله. هسه احنا بس نريد نفهم الفكرة انه ايش قد انا المفروض فيكس ريت انسولين 0.1 يونت بير كي جي بير اور. هو هذا الانسولين اللي نحتاجه بالحالات الستريس الفسيولوجيكال ستريس، يعني 0.1 يونت بير كي جي بير اور. هاي بالدي كي بير اور، ركزوا لي ذيكي بير هذا بالشخص الدايبيتيك اللي هو مو بالدي كي، 0.4 الى 1 يونت بير كي جي بير داي، اليوم كامل انت تحتاج هالقد. هنا بالدي كي اي انطينا شقد؟ 0.1 يونت بير كي جي بير اور بالساعة الوحدة، ذاك بير داي هاي بير اور. فهي خلوها ببالك، قلنا ستارت شو اسمه فيكس ريت اور لوكال بروتوكول. شوف ينطيك احتمال، لان اكو لوكال بروتوكولز تبدي بالبداية بلص تطي انيشيال بلص 0.1 يونت بير كي جي بس هيجي يطي بلص مو بير اور، لا هو ينطي بلص انيشال ينطي بلص رأسا 0.1 يونت بير كي جي وبعدين يحول الى 0.1 يونت بير كي جي بير اور انفيوجن. اكو هيك ريجيمز، بس احنا هسه نمشي على هذا الفيكس ريت. واذا هو اوريدي مشخص دايبيتس بالسابق وماشي على سبكوتينس انسولين، يعني انسولين اللي هو يعني ما ماشي على انسولين عادي اللي هو شنو، كمل ما عندك كمل وياه، يعني انطي هذا الفيكس ريت الانسولين انفيوجن اللي هو اي في وكمل على السبكوتينس بيزل انالوج اف نورمالي تيكن. اذا هو ياخذ بيزل انسولين، يعني ياخذ هو اوريدي ماشي على سبكوتينس انسولين كتريتمنت للدايبيتس، فكمل السبكوتينس ما عندك مشكله. زين لازم تسوي اسسمنت للريسبونس اورلي كل ساعه. شنو اللي راح اني اشوفها؟ اني راح شلون اني الايم مالتي من انطي انسولين انه انزل البلد شوغر تقريبا 50 ملغرام بالساعة الوحدة. انا هسه هنا مكتوبة بالساعة الوحدة زين، هو انه الجلوكوز يقل 3 ملي مول بير لتر بير اور، يعني شقد تقريبا؟ يعني تقريبا 50 الى 54 شو اسمه ملغرام بالساعة، تمام؟ يعني هو شقد مثلا هو سكره 400 اريد باول ساعه انزله لل 350، ثاني ساعه لل 300 هيك، يعني اقلل 50 50 50 الى 54 ملغرام بالساعه تقريبا، هيك الريسبونس مالتي الايديال. او هذا اذا اعتمدت على البلد الجلوكوز، او انه الكيتون اريدها تنزل 0.5 ملي مول بالساعه مثلا، يا اما انه حسب البارامتر تعتمده، يا اما انت الايم ماتك انه تعتمد الريسبونس ماتك على اساس الجلوكوز، يعني تنزل الجلوكوز تقريبا 50 ملغرام بالساعه او 50 الى
اكو يقول لك 75 حسب. او انه الكيتون اريد انزل الكيتون 0.5 ملي مول بير اور زين، او اكو يقول لك اعتمد على الباي كارب زين، على الباي كارب اريد الباي كارب يزداد بهذا المقدار يعني هنا حسب. الاسهل شيء هي الجلوكوز صراحه زين. اذا نزلت اذا البلد كيتون بدا اذا البلد كيتون جاي تنزل فعلا 0.5 ملي مول بالساعه يعني اكو ريسبون زين، كونتينيو استمر على الفيكس ريت انفيوجن الى ان يصير ريزوليوشن. الريزوليوشن راح نشوفه كلينيكال وبايوكيميكال. البايوكيميكال ريزوليوشن مالتي الفد لحظه، البايوكيميكال ريزوليوشن اوف دي كي اي انه الباي كارب صعد فوق ال 15